السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة عبير عامر. لو سمحتوا اللي ما اشتركش في القناة ياريت يشترك ويفعل الجرس عشان كل جديد يوصل لكم إن شاء الله، وتشيروا للأهل والأحباب وتحطوا لايك، ما تنسوش اللايك لو سمحتوا، وتسيبوا تعليق حلو كده تحت زيكم بتقولوا إيه رأيكم في الفيديو النهاردة. ويا رب يكون كل فيديوهاتي بتفيدكم كده ان شاء الله، وحتى لو بشيء بسيط بتستفادوا منه يبقى حاجة كويسة جدا. النهاردة الاكل بتاعتنا النهاردة اكلة ما فيهاش ولا لحمة ولا فراخ، عشان عايزة اوصل رسالة ان هو مش كل يوم لازم ناكل لحمة وفراخ، لازم ايه زي ما قلت قبل كده في فيديو كنت عاملاه عن الجبنة والبطيخ، لازم انسان يوم في الاسبوع او يومين على الاقل حاجه يوم في الاسبوع يريح جسمه من مثلا سواء من اللحمه من الفراخ، يعني ياكل اي حاجه تانية غير اللحوم، مثلا زي جبنه وبطيخ زي ما عملت فيديو قبل كده عن الجبنه والبطيخ كان جميل جدا. والنهارده الاكله بتاعتنا برضو اكله اقتصاديه رخيصة، في حين انتي لو رحتي جبتي سندوتشات من محلات بره هيبقى سندوتش غالي، يعني سندوتش من الاكلة اللي عاملاها النهاردة بيبقى حوالي ب5 جنيه، بيبقى فيه حتتين حاجة بسيطة، يعني السندوتش الشامي في حتتين من اللي انا هقول لكم عليه دلوقتي بيبقى ب5 جنيه، في حين انا هقول لكم انا اشتريت الحاجات بكام. يعني شوف هتعمل الحاجات اللي انت هتشتريها من السوق وتعمليها انت في البيت هتعمل كام ساندوتش، فاهميني؟ فانا قصدي كده هو الغرض من الفيديو النهارده، مثلا ان انا اقول احنا مش لازم كل يوم ناكل لحمه، مش لازم كل يوم ناكل فراخ، والعيد جاي اهو كل سنه وانتم طيبين هيبقى في لحمه ان شاء الله، فلازم قبلها شويه نريح جسمنا من اللحمه ومن الفراخ والكلام ده. فالاكله النهارده هي عباره عن باذنجان وفلفل بالخل والثوم وبطاطس محمره، دي اكله روعه، احنا كل البيت اللي عندنا هنا بيموت فيها بيحبها جدا الاكله ديت، بالنسبه لنا والله العظيم احلى من اللحمه والفراخ، لانها اكله حرشه بتفتح النفس، ممكن نعملها سندوتشات ممكن نغمسها عادي، دي بتبقى جميله جدا، ممكن تعملي جنبها شويه مكرونه اللي بحابب يعني، بس احنا بنحب بصراحه نعملها سندوتشات، لان لما بنروح نجيبه سندوتشات البطاطس او البدنجان دوت والفلفل بيبقى والله العظيم السندوتش ب5 جنيه، ما عند الوحيد عندنا ب5 جنيه مثلا او عند اي محلات تانية ب5 جنيه تقريبا دلوقتي، وبيبقى فيها حاجات بسيطة. لكن انا بص اقول لكم انا جايبة ايه، جايبة كيلو ونص بطاطس، ونحسبه معانا كيلو ونص بطاطس دوت ب10 جنيه، وجايبة كيلو بدنجان اللي هو الرومي دوت ب6 جنيه، وتعرفي البدنجانية الكويسة اللي مبقاش فيها بذر انها تبقى خفيفة، نقي يعني حاولي تنقي بدنجانية خفيفة مش تقيلة، التقيلة دي بيبقى البذر امتى تقلها، انا حاولت انقي بدنجان خفيف بس هو البياع معرفش ايده كانت سابقة ايدي بصراحة ربنا يسهل، تنقي البدنجانية الخفيفة عشان مبقاش فيها بذر. وادي قلت لكم كيلو ونص بطاطس ب10، كيلو بدنجان ب6، جبت فلفل رومي على فلفل حراق عشان انا بحب الحراق في الاكله دي، لكن عندي جوزي وابني مش بيحبوا الحراق جبت لهم رومي، لكن انا ما بحبش رومي بصراحه، فجبت حراق، جبت فلفل رومي على حراق ب4 جنيه، يبقى كل الحاجات اللي جبتها بكام، ب20 جنيه، 20 جنيه دي تجيب كام سندوتش، 4 سندوتشات بس، في حين شوفي انت بالكميه اللي انت جايباها دي هتعمل كام سندوتش وتاكل عيله كبيره. فانا قصدي ان تعملي الحاجه في البيت اللي تقدري عليها اوفر واحسن وانضف من بره، وطبعا هتبقي ضامنه الزيت اللي انت عاملاه ايه، زيت نظيف وكده هو وارخص طبعا يعني. فدلوقتي هتقولوا مثلا في ناس هتقول ايه ده دي اكله سهله، ايه البطاطس البدنجان اللي عامله فيديو عشانهم، انا والله بقى يعني انا الفيديوهات اللي انا بصورها دي الفيديوهات اللي انا او الاكل اللي انا باكله في البيت، يعني انا مش بعمل فيديو مخصوص او مش بعمل اكل مخصوص عشان اصور الفيديو، لا عشان القناه يعني، لا ما بعملش مخصوص، يعني الاكل اللي احنا بناكله في البيت سواء انا اللي بقترحه عليهم او هم اللي بيقترحوه عليا بصوره على طول. فلو عملنا جبنه هصورها، لو عملنا لحمه هصورها، فراخ هصورها، بطاطس بدنجان هصورها،
فده اللي انا اقصده. وفي كمان كلام يعني اللي انا يعني لو بتستفادوا منه، اللي هو الحاجه في البيت تبقى ارخص واوفر من حاجه بره، وكمان لازم نغير، ما يبقاش كل يوم لحمه كل يوم فراخ، لا لازم ننوع ونريح جسمنا من اللحوم والفراخ. فدلوقتي هقشر البطاطس ديت واحطها في ميه وملح، انقعها شويه يعني. والبدنجان برضو هقطعه، انا ما بقشرهوش البدنجان بصراحه، ومش بيمرر ولا حاجه، احنا بنحب البدنجان بقشرته لان قشرته هي الفايده بصراحه، يعني بيقولوا الفايده تحت القشره يعني على طول، يعني اول ما تقشري القشره كده بتاخدي جزء كبير فبتاخدي الفايده معاها. فانا عادي بغسله كويس وبشيل بتاع الخضره دي وبغسله كويس وبقطعه حلقات وبرش عليه ملح بس من غير ميه، البطاطس ميه وملح، لكن البذنجان ملح بس من غير ميه عشان يصفي ميته، وبالتالي ان شاء الله ما يشربش معاكي زيت كتير. واقطع الفلفل برده واحط عليه ملح، وافتح الفلفل دوت نصين من هنا اهوت، كلنا عارفين طبعا الفلفل ده بيتعمل ازاي، يعني ده تتخلع طبعا ويتغسل وتعمليه بالسكينه شق كده عشان ما يفرقعش. واعمل كل الحاجات دي وارجع لكم تاني، خليكم معايا. في حاجه برضو نسيتها حبيت اقولها، ان ست البيت لازم تسهل على نفسها حاجات كتير، يعني لو عندها دوتش عشان العيد كل سنه وانتم طيبين طبعا، في تنظيف بقى وفي كركبه في البيت وبننظف وبنعمل، فتخلي يبقى تعمل اكله في اليوم ده سهله، ما تبقاش عندها تنظيف وتعمل اكله صعبه، ده كده هيبقى ضغط عليها وحرام. يعني انا بحب اسهل الامور على نفسي بصراحه، النهارده عندي مثلا دوشه يعني بعمل بنظف مش عارفه ايه بغسل مش عارفه ايه، يبقى اعمل اكله سهله اكون عاملاها، او لو عايز اكله مثلا جامده اعملها قبلها بيوم عشان اليوم اللي هنضف فيه بقى انا ايه ما عنديش طبيخ هعمله او حاجه جامده هعملها. كده هو لازم الست تسهل على نفسها الامور وما تضغطش على نفسها عشان ما تتعبش. فانا حبيت اقول لك الكلمتين دول، يا رب تكونوا استفدتوا منه من الكلام دوت اللي انا قلته. وهقشر البطاطس والباذنجان والفلفل وهرجع لكم تاني. اهو رجعنا تاني، الباذنجان قطعته ورشيت عليه ملح من غير ميه، فانا بحط ملح ليه؟ عشان الملح هيخليه ينزل الميه اللي فيه، وبالتالي لما تيجي تقليه ان شاء الله ما يشربش زيت كتير. قطعته كده اهوت، وفي مثلا الحلقه الصغيره خليتها زي ما هي، الكبيره قطعتها نصين، ده الباذنجان. البطاطس برضو قطعتها صوابع وحطيتها في ميه وملح. الفلفل الرومي قطعته اهو كده اهوت، اي تقطيع يعني. والفلفل الحامي طبعا شلت بتاع اللي فوق وفتحته من النص كده، فتحته من النص كده اهوت، ورشيت عليه ملح برضو، وهسيبهم بقى يشربوا من الملحهم شويه، وبعد كده ايه اقلي بقى. خلاص اتفقنا، خلينا ايه يعني نخليهم شويه في الملح بتاعهم، وبعد كده هو نرجع تاني ولما نكون شربوا من ملحهم بقى نحمر بقى الباذنجان والفلفل والبطاطس. خليكم معايا. دلوقتي حطيت طاسه على النار، ولازم يكون الزيت كويس فيها، ما يكونش زيت حبه صغيرين، يكون زيت يعني كميه كويسه عشان الحاجه اللي بتتقلى تبقى حلوه، متبقاش محرقه كده يعني او ملسوعه. وهبتدي اقلي البذنجان والفلفل، بس هخلي الفلفل الحامي ده في الاخر بعد البطاطس حتى، عشان اللي مش بيحب الحامي ما بقاش الاكل حامي. وعلى فكره المكان اللي هتقلي فيه البذنجان ما تقليش فيه البطاطس، ان هيغمق البطاطس، ان البذنجان بينزل طبعا حديد بيبقى لونه غامق فهيخلي البطاطس غامقه، فيا اما تقلي البطاطس الاول وبعد كده البدنجان، يا اما تقلي البطاطس في حاجه تانية غير البدنجان، او مثلا لما تخلصي البدنجان تغسلي الطاسه او المقلايه ديت وتحمري فيها ايه البطاطس. فانا هبتدي اقلي البدنجان الاول، لازم نعصره من الزيت كده طبعا، انا اسفه نعصره من الميه قبل ما نحطه في الزيت عشان ما يطرطش. الباذنجان كمان نعصره من ايه الميه،
طبعا الباذنجان مفيد جدا، وكلنا عارفين انه فيه حديد ومفيد جدا جدا، فدي اكله يعني حلوه ومفيده واقتصاديه زي ما قلت. يعني شفتوا انا قلت لكم البطاطس جايباها ب 10، الكيلو ونص، وما عملتهاش كلها البطاطس طبعا، ما عملتش كيلو ونص كله. وجايبه الباذنجان ب 6، والفلفل ده ب 4، يعني 20 جنيه. ودول سندوتش من بره من جيبوه ب 5 جنيه، يعني ثمن الحاجات دي كلها تعمل شوف كام سندوتش، 8 4 سندوتشات يا بلاش. وزيت نضيف حطاه لأول مرة، مش قالي في حاجات كتيرة، يعني حاجة البيت نظيفة وطبعا لا يعلى عليها. نقلب الباذنجان بقى الناحية التانية، نحاول منخلوش ايه طبعا يغمق عشان ميبقاش طعمه مر. هي القشرة مش بتخليه مر على فكرة، اللي بتخليه مر احنا لو مثلا حمرناه زيادة، لكن القشرة السودا دي ما بتخلوش مر ولا حاجة. نخليه لونه فاتح كده حلو، واكون انا ايه برضو مقشرة ومقطعة فصين توم، مش فرماهم لا، مقطعهم صغير كده، احمرهم بنقطة زيت واحط عليهم خل عشان احطهم فوق الباذنجان والفلفل لما يستووا. على البطاطس لا، على الباذنجان والفلفل بس. دلوقتي قطعت انا التوم بقى اهو اللي وريتهولكم، وحمره في نص معلقة زيت كده، زيت قليل قوي احمره فيه. وايه تاني؟ وبعد كده لما مش يتحمر يعني، ريحته تطلع، ريحة التوم تطلع، احط عليه خل، والخل يبني معاه غلوة كده بس، واطفي عليه. طبعا هطلع الباذنجان على ايه طبق فيه ورق مطبخ، زي ما قلت يعني ست البيت لما تكون وراها مثلا تنظيف او تسويه حاجه في بيتها، او مثلا غسيل، مثلا يا اما تعمل اكلها قبل بيوم، يا اما تعمل اكله خفيفه وسريعه عشان ميبقاش ضغط على ست البيت وتتعب او يبقى ضغط على اعصابها. فلازم ايه نبسط الامور، انا بحب ابسط الامور بالنسبه لي بصراحه، واحب ايه يعني اريح نفسي على قد على قدر المستطاع، يعني ما احبش اعمل اضغط كل حاجه في نفس الوقت. مثلا حبه من الزيت اللي برضه حبه كده احطها. بس يعني الثوم يدبل، روح حط عليه حبة خل يغلي معاه غلوة واطفي عليه، وبعد كده ارشه على الباذنجان لما احطه على الورق المطبخ عشان يشرب منه الزيت، واحطه في طبق او احط عليه بقى الخل والثوم. حطيت الخل يغلي غلوة بس كده، ويا ريت وانت لما تحطي الخل على الثوم تطفي النار احسن الاول قبل ما تحطي الخل، لان ساعات بقى ايه الخل رح مطلع نار اول ما تحطيه كده على الزيت المقدوح جامد، روح طلع نار. احسن حاجه تدفي البوتاجاز تحت الطاسه، وبعد كده لما تحطي الخل تفتحي العين تاني. انا بحب اعمل كده، اخلي الخل بقى يغلي غلوه مع الثوم عشان يشربوا من طعم بعض، واطفي عليه بقى. وهو خلصنا الباذنجان، ويا ريت لما نقلي الباذنجان ونحط عليه الخل والثوم نغطيه عشان خاطر ايه ياخد من طعم ايه الخل والثوم. دلوقتي بنقلي الفلفل الرومي والزيت، زي ما احنا شايفين اغمق
من البنجان. البنجان بينزل زي يعني مش لون، هو بيبقى فيه حديد. طب بيغمق ازاي؟ عشان كده مش هقلي فيه بطاطس، هحط زيت نضيف واقلي فيه بطاطس عشان يبقى لونها حلو. والبطاطس بحب اقليها اخر حاجه عشان البطاطس بتبقى حلوه وهي سخنه، لكن البنجان عادي يبرد بيبقى احلى. والفلفل برضه لما يبرد بيبقى احلى، عشان البطاطس في الاخر عشان تبقى سخنه. فانا قليت البذنجان، بعد كده الفلفل الرومي، وفي الاخر هقلي الفلفل الحراق عشان خاطر اللي ما بيحبش حراق ما بقاش الزيت حراق. يعني لما يعني لو قليت الفلفل الحراق الاول هيخلي الزيت حراق، فلما يجي اقلي في حاجه هتبقى حراقه، وفي ناس ما بتحبش الحراق فخليه في الاخر. وخلاص كده هو بعد ده، وبعد ما اقلي ده هغير الزيت واقلي البطاطس ونشوف الشكل النهائي. اخيرا خلصنا برضو اكلنا النهارده. كان عبارة عن بدنجان مقلي بالخل والثوم، جميل اهو شكله، شكل مشهي وجميل. وبطاطس محمرة، ما عملتش الكمية كلها، انا جبتها طبعا عملت جزء منها. وفلفل رومي وفلفل حراق، فلفل رومي بارد وفلفل حامي. ده كان غدانا النهاردة. نعمل بنحب نعمله سندوتشات او ممكن يتغمس عادي. وده كان غدانا النهاردة، ويا رب يعجبكم. واذا عجبكم الفيديو او استفدتم بحاجه يعني يا ريت تسيبوا لي كومنت تحت كده تقولوا ايه رايكم في الفيديو دوت، وتحطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتشيروا للاهل والاحباب. والى اللقاء في فيديو جديد من فيديوهات قناه عبير عامر.